هنا خبيزة. شكرا. السلام عليكم، كيف الحال؟ حياك الله، كيف حالك؟ شو أخبار؟ هذا من أحسن الأماكن اللي بيعوا خضار، ولا جبتوا كمان غير الخضار؟ ها ما شاء الله، أربع أخوان، علي ومحمد وحسن. علي ومحمد وحسن ما شاء الله عليهم. طيب في عندك خبيزة؟ خبيزة اليوم والله اليوم ما في، مو مشكلة، أنا فتحي راح يحاول يجيب لي، لأن أنا جيت عشان الخبيزة اليوم. طيب في عندك إيش هذا؟ في سبانخ درجة، سبانخ، في رشاد، السبانخ كم؟ وفي هندبة. أوكي، السبانخ كم؟ سبانخ رخيص، خمس حبات بعشرة. خمس حبات بعشرة، أعطيني بعشرين ريال، وأعطيني بصل أخضر أربع حبات، نعنى أربع حبات، جرجير أربع حبات، إيش كمان؟ وهاي إيش بتسميها أنت؟ بقلة؟ هذه حلبة، في بقلة، بقلة في بقلة. أيوة أبغى ال، ما شاء الله ما شاء الله، يا بلاش يا بلاش، كرتون يا بلاش، كراتين بعشر ريال، 15 ريال، هذا بعشرة طماطم اللي شوفوا ما أحلاها، ما شاء الله ما شاء الله، شوفوا الطماطم الصغيرة. أيوة ما شاء الله ما شاء الله.